لكن خروج سيف الإسلام القذافي ومعروف سيف والعائلة ولاءها إلى روسيا وروسيا تدعمه. بل أنا أريد أن أقول لك معلومة، وهذه حتى عندنا زملاء نواب، سادة نواب موجودين هنا عندهم علاقات جيدة بروسيا وكانوا يدرسون هناك وكذا، يعني بتواصلهم مع موسكو يقولون أن سيف منذ فترة، ليس من الآن، منذ فترة هو موجود في حماية الفاغنر، وحتى قدومه لمراكز الاقتراع والصور التي ظهرت هو محاط بالفاغنر وبطائرات وبحراسة مشددة. يعني الفاغنر هم من يتولون حماية سيف الإسلام القذافي الآن معالي النائب؟ الفاغنر هي التي تحمي سيف القذافي، نعم. هذا يعني معلومات بتواصلنا مع أهل الجنوب التي يقيم فيها، ويعني ببعض الزملاء الذين كانوا يدرسون في موسكو وعندهم تواصل مع بعض المسؤولين والنافذين في الحكومة الروسية، يعني استقوا هذه المعلومات منهم. يعني وهو لا يمكن له البقاء في ليبيا دون حماية دولة، يعني كدولة روسيا أو أمريكا وكذا، هذا قولا واحدا، لأن ليبيا منقسمة أمنيا إلى قسمين، قسم يسيطر عليه خليفة حفتر وهو مناوي ومعادي لسيف هذه، والقسم الآخر الذي يسيطر عليه الثوار، وهم أيضا يعني يبحثون عن سيف، لأن رجل محكوم عليه غيابيا بالإعدام، ورجل عنده جرائم وعنده كذا. فهذا المشهد باختصار، فمنذ خروج سيف ارتبك المشهد قليلا، فلا ندري هل سيتوجه المجتمع الدولي إلى استكمال العملية الانتخابية أو لا. هذا يعني نرى المشهد ضبابي لحد كبير جدا.